طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. وجاني أسئلة كتير في آخر رمضان، إزاي نجهز بشرتنا بعد شهر الصيام، وإزاي نكون مستعدين بنتائج سريعة في العيد. وبصراحة وأنا بعمل التريتمنت قلت أتشارك معاكم النهاردة بالتريتمنت اللي هيخلينا نجهز بشرتنا بسرعة وناخد نتائج سريعة في العيد. اعملوا لايك وشير وسيبوا الفيديو، لأنه في تفاصيل جدا مهمة النهارده. اول جزء فيه هو ماسك لبن الزبادي، اذا منتهي الصلاحيه بيكون فعال اكتر. واذا حابين تعرفوا عن ماسك لبن الزبادي منتهي الصلاحيه وتشوفوا نتائج الماسك المنتهي على بشرتي، اتفضلوا على تيك توك. لبن الزبادي بيحتوي على لاكتيك اسيد وجلايكوليك اسيد، وده بيساعد على تقشير البشره، تنظيف البشره بعمق، بيخليه علاج مفيد جدا للمسامات الواسعه المفتوحه، ده غير انه بيفتح التصبغات وكمان بيفتح درجة البشرة بشكل رائع جدا. الإنزيمات اللي موجودة في لبن الزبادي بتخترق البشرة وبتعالج الخطوط والعلامات الرفيعة اللي بنعاني منها، غير كمان إن هو بيتصنف كهيومكتنت، وده معناه إنه بيمتص المية من الهواء وبيدخلها جوه البشرة وبيقفل عليها، وده بيخلي البشرة بلومبي متعبية زي ما انتم شايفين كده، وبيخليها دايما نضرة. كل اللي هنعمله على بشرة نظيفة بنوزع الماسك بالشكل ده وبنستنى لحد ما ينشف تماما. بعد ما بينشف بننضفه، ولكن الخطوة اللي بعد كده مش هقول لكم النهاردة على الخطوة اللي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده ممتازة جدا، هتخلينا كأننا خارجين من بيوتي صالون. هقول لكم بكرة، استنوني بالفيديو اللي جاي. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش ابدا اني بحبكم كتير.